تيجوا نعمل الجمبري الباترفلاي. شايف حاجات كتير قوي حلوه 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 وبموت فيكم وبحبكم قوي وهقراهم دلوقتي. جمبري باترفلاي عندي. يعني ايه باترفلاي؟ يعني بنعمله على شكل الفراشه. هقول لك ازاي. بتاخدي الجمبريه يا ستي بيتنضف، بنقصه من الظهر اهو. جمبري مقصوص مفتوح من الظهر، ده الراس اهو، العينين، مطرح مش المطرح اللي موجوده فيه العيون. بناخد الحته دي ونقطعها. بنلاقي طبعا الحاجات اللي المفروض تتنضف زي الخيط كده اسود، بنشيله بننضفه نغسله كده شويه ونشطفه بالميه جاريه، بيبقى عندي بالشكل ده اهو. بعملهم كلهم كده، بعد ما بفتحهم بقوم قلباه على الوش ودقاه من هنا. دقاه ازاي؟ دقاه بايد الهون، بسيط جدا، مش قوي كده يعني، بسيط من عند القشر، فبيتفتح بيبقى معايا كده. ده الجمبري الباترفلاي. هحتاج بقى معاه ايه؟ هحتاج معاه شبت مفروم، زبده، عندي كمان شويه شوربه، شوربه سمك، اي نوع شوربه سمك عندك تبقى حلوه قوي، مستردة، دقيق، ليمون، وتوم، وعندي شويه كرفس، عندنا ملح وفلفل اسود، ده حاجه اكيده وضروريه جدا. هحط انا اول حاجه هنا الزبده بتاعتي، هنا هحط الزبده واحط معاها نقطه من الزيت عشان ما تتحرقش معايا اهو. بالشكل ده. واقوم حتى الجمبري بتاعي كله في الصينية ياخد السوا بتاعه. انا هعمله كده. ومش بتحتاجي تقلبيه على فكرة خالص، من غير لا ملح ولا فلفل ولا اي حاجة. هقولك ليه ولا ملح ولا فلفل ولا اي حاجة دلوقتي حالا، لان احنا تعالى كده، ايوه، الزبدة او صوص الزبدة بتاعي اللي ما بياخدش معايا وقت، بحط عليه المكونات دي كلها، عصير الليمون، الكرافس، الشبت، الدقيق، والثوم المفروم ناعم، والمستردة، وعجنهم حلو قوي. واقوم حطاهم على النار يسيحوا براحتهم خالص، بس لازم اعجنهم لحد ما يبقوا معايا زي المعجون. العجينه شايفين عجينه اهي، هنزل بيها لحد ما تسيح معايا خالص. ده الصوص او العجينه بتاعت الزبده بتبقى بالشكل ده، شايفينها اهي، بتبقى بالطريقه دي. هنزل هنا بالشوربه وانا بقلب اهو تقليبا للصوص كده، وهبتدي انزل بيه على الجمبري بتاعي. انزل بيه كده الصراحه،